قبل ما اطلع فاصل عندي ليكم خبر مهم جدا ومن مصادر رسمية في الاتحاد الدولي خاص لبرنامج الترند. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خصص 40 دعوة تذكرة VIP لكل نادي مشارك في كأس فيفا انتر كونتيننتال اللي هتنظمها الدوحة في الفترة من 11 حتى 18 من شهر ديسمبر القادم. الاهلي عنده مباراة على ملعب 9/7/4 يوم 14 ديسمبر امام الفائز من لقاء باتشوكا المكسيكي مع اتليتيكو مينيرو البرازيلي وبوتافوجو البرازيلي، والفائز من الثلاثي سيواجه الاهلي يوم 14 ديسمبر. تم تخصيص 40 تذكرة دعوة VIP للنادي الاهلي، ده بخلاف عدد التذاكر اللي ممكن كنادي تشتريها قبل فتح منصة الفيفا غدا للجماهير. ولكن تقديرا من الفيفا والاتحاد الدولي لكل الأندية المشاركة، ريال مدريد، الأهلي، باتشوكا المكسيكي، أتلتيكو مينيرو، باتافوجا البرازيلي، كل الأندية، كل نادي تم تخصيص ليه 40 دعوة. بتتدرج طبعا الدعوات حسب الكاتيجوري من الفي في اي بي والفي اي بي والجيت 1 بالنسبة لمساحات التذاكر اللي هيتم منحها للأندية المشاركة تقديرا من الاتحاد الدولي على الدور اللي قامت به هذه الأندية أو هؤلاء الأندية في المستوى القاري من خلال مشاركتها الجيدة على المستوى القاري في الفترات الأخيرة وبالتالي تواجدها في هذه أو في هذا المحفل الكبير. بالمناسبة كمان بكرة الساعة 10 صباحا في اجتماع مهم جدا للاتحاد الدولي أيضا مع مسؤولي النادي الأهلي. هيرأس وفد الأهلي غدا في الاجتماع المهندس خالد مرتجي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي ودكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي وكمان عدد من الإدارات التنفيذية، كابتن محمد رمضان المدير الرياضي، دكتور أحمد جبلة طبيب الفريق، كابتن سمير عدلي مدير الإداري، الكابتن علاء صلاح، حنان الزيني، ماهر عبد العزيز، كافة التحضيرات الهامة الخاصة بالتحضير لهذه البطولة. وأيضا يوم الاثنين المقبل في اجتماع مهم جدا مع الاتحاد الدولي ولكن بشأن مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية. ده ويمكن من مصادرنا في الاتحاد الدولي وده خاص للترند من الفيفا إن الاتحاد الدولي لكرة القدم خصص 40 تذكرة دعوة VIP لكل الأندية المشاركة في بطولة فيفا كأس الفيفا انتر كونتيننتال. كل نادي هيكون ليه 40 دعوة وده بالتأكيد تقديرا من الاتحاد الدولي لكل الأندية المشاركة في هذه البطولة اللي بالمناسبة تم فتح باب التذاكر من خلال منصة فيفا على دفعتين، يوم 14 نوفمبر لحاملي بطاقات فيزا وغدا 21 نوفمبر لكافة الجماهير. ولكن الأهلي، ريال مدريد، باتشوكا المكسيكي، أتلتيكو مينيرو البرازيلي، باتفوجو البرازيلي، الفائز منهم في نهائي كوبا ليبرتادوريس اللي هيواجه باتشوكا يوم 11 ديسمبر، تم تخصيص لكل نادي من الأندية دي 40 دعوة. طبعا في مختلف بقى الأماكن، أنت بتتكلم بقى في منصة الفي في أي بي ومنصة الفي أي بي وفي الجيت إيه بالنسبة للدرجة الأولى للأندية اللي هتكون متواجدة بإذن الله في قطر خلال الفترة اللي جاية. ريال مدريد هيصل يوم 16 ديسمبر عشان يلعب يوم 18. الأهلي هيسافر قطر يوم 10 ديسمبر ودي مواعيد إحنا كنا ذكرناها قبل كده.